سي محمد، اليوم تتفتح واحد الملف اخر، هو ملف تاع المخيمات الصيفيه، وحنا على ابواب الصيف. يعني ايش اللي بغينا؟ العلاقه ما بين التطرف والارهاب وما بين المخيمات الصيفيه. وطيب، نحن نعتبر أن الطفولة المغربية يجب تحسينها، ونعتبر بأن المخيمات هي من أولى أولويات، لأن هي تجمع واحد المجموعة ديال الأطفال من كل مناحي ديال المغرب ديالنا، وخاصة ملي تكون مخيمات وطنية تكون فيها جميع الفروع ديال المدن، بمعنى أننا تنعلمهم قيم ديال التسامح داخل المخيمات، قيم المواطنة، وتعتبرهم هما سفراء في المؤسسات التعليمية التي يكونوا فيها، بمعنى أن المخيمات عندها دور كبير في ترسيخ هذه القيم هذه، وفي ترسيخ قيم ديال المحبه والاخاء وديال الايمان بالاختلاف والانصات والايمان بالاخر. بمعنى اننا ملي تنركزوا على الطفوله المغربيه، وخاصه ملي تنقولوا حنا المخيمات، تنقولوا اننا مجتمع مصغر، وهذاك المجتمع المصغر هو اللي من خلاله تنحاولوا اننا نمروا الخطاب، كل الخطابات الكونيه اللي تعتبر باننا حنا في المغرب، حنا من الناس اللي تدعيوا للمحبه والسلم والسلام في جميع بقاع العالم. بالنسبه للمرصد، واش عندها علاقه مع الجمعيات الوطنيه اللي تنظم المخيمات؟ واش كاين شي اتصال ما بينكم وبين؟ وطيب، نحن بعدا اولا جمعيه اللي عندنا 40 فرع في المغرب، وحنا ماشي اول مره تندير المخيمات، حنا هذه تقريبا من 2004 وحنا تندير المخيمات الصيفيه، بمعنى اننا عندنا اطر اللي فوق 100 اطار اللي في المجال التربوي، وعندنا واحد الخليه ديال التفكير اللي فيها اطباء نفسيين، وفيها اساتذه علم اجتماع، وفيها واحد المجموعه اساتذه في علوم التربيه، بمعنى اننا نحن في المرصد عندنا واحد الهيكله التربويه اللي من خلالها ملي تنشتغلوا المخيم تفضل الشباب تفها وتق في المؤسسات التعليميه اللي تنحاول اننا نرسخوا فيها هذه القيم هذه. واش عندكم علاقات مع باقي الجمعيات الوطنيه اللي تقوم بهذا الفعل تاع التخييم؟ وطيب، لان بحكم انا ابن جمعيه وطنيه، بمعنى اننا كل الجمعيات الوطنيه، الجمعيات الوطنيه المحليه والجهويه والمتعدده كلها عندنا علاقات معهم، في خطر لان احنا كنا كمرصد درنا نداء اننا نديروا تكوين واحد المجموعه ديال الجمعيات في مجال المناهضه ديال التطرف وديال الخطاب ديال العنف وديال الكراهيه. اعتقد شنو هي العلاقه ما بين المخيمات الصيفيه وما بين التطرف والارهاب؟ ألوغ، كنظن بأن المخيمات الصيفية عندها دور أساسي في التربية والتكوين، باعتبار أن المخيم هو عنده دور أساسي، دور تربوي توجيهي، ودور كذلك معرفي. إذن المخيم هو فضاء تخلي الطفل أو اليافع يخرج من هذيك الضرورات اللي كان المدرسة، الأسرة، إذن كيخرج لفضاء آخر، هو فضاء الجماعة، فضاء الأصدقاء، فضاء اللي هو اختاره. وفي هذه الحالة خصو يتعلم واحد مجموعة ديال الأشياء اللي خص وزارة الشباب والرياضة تكون فرضها على الأطر، وبالتالي خصو يفهم بعد أولا تكون عنده واحد الحرية ذاتية، يفهم أن عنده اختيارات، يفهم أنه عنده هوية، هنا كتبان الهواية ديالو. وعلى المؤطرين خصهم يراقبوا هاد الأطفال في طريقة اللعب، لأن اللعب راه مهم، عنده فيه مكتسبات، كيكتسب مهارات، كيفهم العلاقة الديمقراطية، وتيخرج على هذيك المسائل الأسرية، لأن الأسرة رغم كتوجه أحيانا كتكون كتوجه بسلطة، فالطفل كيبغي أو اليافع كيبغي يخرج من ديك سلطة الأسرة إلى فضاءات أخرى. إذن هنا كتثبت فيه نوع ديال الهوية ديالو أو الهواية بالتحديد، وهذه الهواية كتعطينا الاختيارات ديالو فين كتمشي. إلا كانت اختيارات ثقافية فيها وعي وفيها حداثة وفيها معرفة، يمكن يكون رسام في المستقبل، يمكن يكون فنان مبدع، يمكن يكون كاتب صحفي ولماذا لا، يمكن يكون رياضي. المهم أن فضاء المخيم غادي يخرجوا من هذاك التطرف، يخرجوا من ذاك العنف، وخاص المخيمات تستوعب هذه الفئة ديال الشباب وما يخليهمش عرضة للتطرف والإرهاب، لأن الإرهاب غادي يهلك البلاد ديالنا.